عند الباسط هندي في دكة البدلاء ملعوبة أهلاوية بالرأس داخل المنطقة كرة خطرة بودبوس جول 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 في الصورة كرة في الصورة كرة حركة الشباك مقهورة في الصورة كرة حركة الشباك مقهورة لجبر الخواطر مسرورة كرة جمهور الاهلي ينتعش في كرة بودبوز بودبوز شوف 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 اللعبة شوف شوف اللعبة الاهلي في البداية في البداية لقطة لعبت في الصورة كورة هنا بودبوز بوز جول بودبوز بوز جول جاب له جول اول لمصلحة الاهلي 1-0 اذا مباراة تبدأ الان في هذه الكرة يسجل الاهلي اول اهداف المباراة من امام هجر ليعلن بذلك انه متقدم في ملعب رمزهم هنا في ملعب الامير عبدالله الفيصل الذي بدأ بالاهلي لينتهي بهدف للاهلي كانيات والعودة بها من جديد بودبوز كرة ملعوبة هيثم يلعب كرة جول 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 اهلاوي جول جول اهلاوي جول جول اهلاوي يا اهلاوي جول حرك شباك الهجراوي جول حرك شباك الهجراوي 2-0 2-0 الكرة فيها تمريرة كانت من مين من بودبوز يلعب كرة باليمين يمرر لهيثم وهيثم يلعب كرة ويمررها وزياد رجاني يكملها 2-0 لمصلحة الأهلي في اللقطة الماضية شوف 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 اللعبة شوف اللعبة ما فيها أوفسايد ما فيها أوفسايد ما فيها أوفسايد على 2 لا طلال عبسي ولا زياد رجاني في اللقطة الماضية ملعوبة تمريرة داخل العمق في 18 في 6-2 كل واحد فيهم يقول لك أنا اللي جايبه ولكن طلال عبسي هو اللي لمسها في الأخير ولمسة أخيرة في قدم زياد الجاني على طول تقدر تعطيها باص وتكون مرتدة خطيرة هنا اللعبة هنا النقلة محاول عبدالله المقري 3-2 كرة خطيرة ملعوبة عند حسين العلي ملعوبة جول 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 الأهلاوي جول الأهلاوي في الصورة كرة سجلوها في الصورة كورة سجلوها في الصورة كورة حركت بالمشاعر جمهورة في الصورة كورة حركت بالمشاعر جمهورة في الصورة كورة حركت بالمشاعر جمهورة كن قويا واقهر الإحباط فما راقت الدنيا لضعيف يوما شوف الرمية عبد الله المقرن رمية ذكية لعبها لمين؟ لعبها لحسن العلي قال له خذ واحدة 2 قال له الثاني لا ارجعها لمين؟ ارجعها لمين؟ ارجعها ل 77 البديل اللي يسجل اول اهداف ثالث اهداف المباراة حسن العلي يسجل الاهلي كانت تمريرة من نايف كريري اللي من خلالها سجل هدف صراحة حلوة حلوة ما فيها انانية حسين ايضا في دوري الدرجه الثانيه 4 مرات صعد لدوري المحترفين 1900 هذا مايكا كوره ملعوبه يحاول يمر مايكا جول 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 ولكن هناك رايا يا مايك هناك رايا يا مايك اوفسايد وقع من خلال الكره الماضيه راح نشوفها بكل تاكيد اللقطه في الكره الماضيه عمليه تمرير متروكة عند المشوار ما نقدر عليها مرور مايقا هنا